السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 3، يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا ولاد هناخد درس اسمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا ولاد هنتعرف في درسنا النهاردة على الأشياء التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم عقب وصوله المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، احنا عارفين طبعا واخدنا في دروس قبل كده رفيق الهجرة، وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة. والمدينة زمان ما كانش اسمها المدينة، كان اسمها ايه؟ كان اسمها يثرب. كان اسمها ايه؟ يثرب. ورفيق الهجرة، حد يعرف مين هو رفيق الهجرة؟ يا مس سيدنا أبي بكر الصديق. هما خلاص بقى هاجروا من مكة للمدينة، وطبعا أهل المدينة استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم استقبال عظيم جدا بالأغاني والترحاب والأناشيد. النهاردة بقى هنعرف الأشياء التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم عقب وصوله إلى المدينة. ماذا فعل بقى؟ أول حاجة يا ولاد بعد الاستقبال العظيم أخذ يفكر في المجتمع الجديد. خلاص بقى احنا هاجر من مكة للمدينة وخلاص هيعيش في المدينة، فسيدنا محمد فكر ان هو يعمل مجتمع جديد، فبدأ يخطط فيه إقامة أمة قوية متماسكة، يعني يخلي المسلمين أقوياء. أول ما بدأ فيه أو أول ما بدأ يفكر هو بناء المسجد، وسماه مسجد قباء، وده كان أول مسجد في الإسلام. تالت حاجة، طلب من المسلمين أن يأتون بالحجارة واشترك معهم في بناء المسجد حتى تم البناء. يعني سيدنا محمد ما قالش إن احنا هنبني الجامع وما ساعدش، لا، سيدنا محمد ساعد المسلمين في بناء المسجد حتى ينتهوا من بناءه. زي ما انتوا شايفين يا ولاد كان مسجد بسيط جدا، كانوا بيساعدوا ايه؟ كان كل المسلمين كانوا بيساعدوا بعض. طبعا يا ولاد عارفين ان المسجد اهمية كبيرة جدا جدا للمسلمين. اول حاجة اذكر اهمية المسجد في الاسلام، هو مكان العبادة الذي يصل العباد بربهم. طبعا لما بنروح المسجد او بنروح الجامع بنقعد طبعا بنقرا قرآن، بنذكر اسم الله كتير، بنصلي، بيبقى بيننا وبين ربنا مفيش حاجة، احنا قاعدين مع ربنا في بيت ربنا، علشان كده هو مكان العبادة الذي يصل العباد بربهم. تاني حاجة، المدرسة التي يتعلم فيها المسلمون أمور دينهم ودنياهم. يعني بنروح المسجد بنعمل ايه؟ لو احنا في مشكلة بنقرأ في القرآن، القرآن يا ولاد فيه حل لجميع مشاكلنا، علشان كده هو المدرسة اللي بنتعلم فيها في ديننا ودنيانا. دنياهم يعني الدنيا اللي احنا عايشين فيها، كل حاجة وكل مشكلة احنا بنقع فيها حلها في القرآن الكريم. تالت حاجة، المكان الطاهر الذي يجتمع فيه المسلمون عند القيام بأي عمل عظيم. سيدنا محمد والأصحاب زمان كانوا بيجتمعوا كل الاجتماعات بتاعتهم للحروب أو لقراءة القرآن أو كل حاجة هم عايزينها أو أي عمل عظيم كانوا بيقعدوا في الجامع. هو العلامة التي تفرق بين المجتمع الإسلامي وغيره. يعني إيه العلامة؟ يعني المسلمين بيقعدوا في الجامع، طبعا المسيحيين ليهم الكنيسة، فده بيفرق بين المسلمين والمسيحيين أو المسلمين وغيرهم. طب ما هو الأمر الثاني الذي اهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أول أمر هو بناء مسجد للمسلمين. تاني أمر هو انه اخى بين المهاجرين والانصار. يعني ايه اخى بين المهاجرين والانصار؟ يعني جعل المهاجرين والانصار اخوة، اخوان، فجعل لكل واحد من المهاجرين اخا من الانصار، فاصبح المسلمون جميعهم اخوة في الاسلام، وقد حرص الانصار على اكرام اخوانهم المهاجرين. يعني اللي هاجروا من مكة للمدينة اسمهم المهاجرين، انما اهل المدينة اسمهم الانصار. يبقى اهل المدينة اسمهم الانصار، المسلمين اللي هاجروا من مكة للمدينة بيسميهم المهاجرين. وهناك قصة بين صحابي من الانصار وصحابي من المهاجرين بتدل على اكرام الانصار. هناك قصة
تثبت أن المهاجرين لم يستغلوا الأنصار في كرمهم لهم. والقصة بين المهاجر كان اسمه إيه؟ عبد الرحمن ابن عوف، ومع أخيه الأنصاري سعد بن الربيع تؤكد على ذلك. هنقرأ مع بعض يا أولاد القصة بين الأنصاري سعد والمهاجر عبد الرحمن. قال سعد: يا أخي، هذا مالي أقسمه بيني وبينك، وهذا داري نصفها لك ونصفها لي، ولي زوجتان أطلق إحداهما وتتزوجها. يعني شوف الأخوة إنه هو هيشاركه في ماله وفي بيته وفي أهله. قال عبد الرحمن: بارك الله لك يا أخي في مالك وبيتك وأهلك، ولكن دلني على السوق. يعني بارك الله لك في كل اللي انت بتعرضه، بس انا عايز اعرف طريق السوق. قال سعد: وماذا تصنع فيه يا ابن عوف؟ يعني انت هتعمل ايه في السوق؟ قال عبد الرحمن: اشتري وابيع واكسب، وسوف يسرك ما تراني عدت به من الربح. يعني انت هتشوفني انا هروح السوق وهكسب ازاي. فتاجر عبد الرحمن وانعم عليه واصبح من الاغنياء في المدينة. فبهذا قد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم اسس العلاقة التي تجمع بين المسلمين، فهم اخوة في الدين. يعني جعل المهاجرين والانصار اخوة، وقضى على العصبية القبلية، وزرع الحب والأخاء والمودة بينهم. عهد المدينة، وكان ده الأمر الثالث. عهد المدينة ده هيكون بين المسلمين والأنصار، اللي هم الأنصار والمهاجرين، وبين اليهود. وده كان الأمر الثالث. ما هو الأمر الثالث الذي اهتم به الرسول الكريم؟ هو تحقيق الأمن والأمان لمجتمع المدينة من المسلمين وغير المسلمين، من القبائل اليهودية التي تعيش في المدينة مع أهلها، من الأوس والخزرج، وكان كثير من الأوس والخزرج قد أسلموا وأصبحوا إخوة للمهاجرين. يعني كان في المدينة موجود في أنصار وفي قوم اسمهم الأوس والخزرج، ودول كانوا من اليهود. فسيدنا محمد عمل إخوة بين اليهود وبين المهاجرين. لم يبدأ الرسول بمحاربة اليهود، بل اهتم بأن يربط المجتمع برباط متين، وأن يعيش الجميع في أمن وأمان واستقرار. يعني أول حاجة فكر فيها الرسول مش إن هو يحارب اليهود، لأ، إن هو يربط المجتمع رباط متين، يعني يخلي فيه إخوة بين المسلمين واليهود. طب ما هي بنود عهد المدينة؟ يعني إيه هي الأسس أو القواعد اللي حطوها في عهد المدينة التي وضعها الرسول بين المسلمين واليهود؟ أول حاجة كان ينص على أن حرية العبادة للجميع. يعني اليهود اللي عايز يأسلم، اللي عايز يفضل على دينه ليه حرية العبادة. تاني حاجة، أهل المدينة من المسلمين واليهود مسؤولون عن الدفاع عنها ضد أي عدوان. يعني كل اللي موجودين مسلمين أو يهود مسؤولين إن هم يدافعوا عن المدينة بتاعتهم ضد أي عدوان. أهل المدينة أمة واحدة من دون الناس، يعني هم كلهم أمة واحدة. أهل المدينة بينهم النصح والبر دون الإثم، يعني دايما يعاملوا مع بعض بالنصح والإرشاد والمحبة، ما يتعاونوش على أن هم يخنقوا بعض أو يتخنقوا مع بعض. أهل المدينة النصر للمظلوم، ده كان شعارهم، أن احنا لو في حد مظلوم في المدينة أن هم يجتمعوا علشان يجيبوا له حقه. وزمان يا ولاد زي ما انتوا عارفين أن هو كانت الكتابة بتبقى زي على جلود الحيوانات. وبهذا العهد ظهر أول وطن يعيش أبناؤه على حرية العبادة. وأثبت الرسول الكريم أن الإسلام دين الحرية والأخاء
والمساواة، يعني الحرية، ان الدين مش بيجبر، الدين الاسلامي مش بيجبر حد ان هو يأسلم، لا، في حرية في العبادة. ولكن اليهود نقضوا هذا العهد، ان هم طبعا العهد ده ان اليهود خاينين، ونقضوا العهد ده، فطردهم الرسول الكريم من المدينة المنورة. وبهنا يا أولاد هيكون خلص درسنا النهاردة. ألقاكم في رعاية الله وأمنه. أشوفكم على